بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ما هو تقييمك لكتاب الملحمة الحسينية للشهيد المطهر رضوان الله تعالى عليه، وكذلك الصحيح من مقتل سيد الشهداء وأصحابه للشيخ محمد الريشهري، لأنطلق بجوابك لمحطة أخرى؟ نحن لا ندخل طبعا أن الكتاب صحيح أو مو صحيح، لأن بعضهم قال إنه ليس أصلا ما صدر من الشيخ المطهري، بعضهم قال لا ثابت الكتاب للشيخ المطهري، لأنه مجموعة محاضرات، يعني الشيخ ما كتبه في حياته ونشره، مجموعة محاضرات جمعت بعد وفاته طبعت بعنوان الملحمة الحسينية. فبعض المحققين من العلماء كالسيد جعفر المرتضى العاملي رفض النسبة، قال ليس الكتاب يعني منتسبا إلى الشيخ المطهري، وبعضهم قبله كالشيخ اليوسفي الغروي، قال أن الكتاب ثابت النسبة. احنا الآن ما ندخل في هذا البحث، موجود تسجيلات، لأن ما عندي أنا يعني تحقيق حول هذه النقطة. نحن نقول على فرض أن الكتاب للشيخ المطهري، هذا الكتاب صدر للشيخ المطهري عليه الرحمة. الشيخ المطهري قال أن في روايات فاجعة كربلاء تحريفات، يعني توجد عدة روايات هي من باب التحريف، يعني لا صحة لها فهي تحريف للواقعة. زين، نحن الآن نذكر عدة ملاحظات علمية على هذا الكتاب. بعض هذه الملاحظات العلمية تعرض لها المحقق المرحوم العلامة السيد جعفر مرتضى العاملي في كتابه كربلاء فوق الشبهات، تعرض لهذه الملاحظات العلمية على كتاب الملحمة الحسينية. زين، وبعض هذه الملاحظات تضاف إليها. نجي إلى الملاحظة الأولى. الملاحظة الأولى، الملاحظة الأولى، الشيخ المطهري رفض رواية حضور زينب عليها السلام عند جسد الحسين وقت مصرعه وممانعتها للشمر في قتله، باعتبار أن زينب بعد هي الكفيل، يعني هي كفيل الحرم بعد الحسين، هي صاحبة المسؤولية. فهو استبعد أن زينب بهذا المقام تجي تدافع الشمر عن قتل الحسين عليه السلام، على أي حال استبعد هذه الرواية، مع أنه كما تعلمون زينب اسم متعدد، يعني نحن في كربلاء على الأقل عندنا زينبان على الأقل، واحتمال ثلاث في كربلاء. زينب تختلف عن زينب، زينب قامت بأدوار غير ما قامت بها زينب، والتمييز بينهما بزينب العقيلة أو عقيلة الطالبيين، زينب الكبرى، زينب الصغرى، ولذلك علماؤنا يقولون بأن زينب الكبرى المشهور أن قبرها في الشام، زينب الصغرى في مصر، يميزون بين زينب الكبرى وزينب الصغرى. احنا كلامنا الآن في زينب الكبرى التي هي العقيلة، التي هي صاحبة المسؤولية بعد مقتل الحسين عليه السلام. زينب الكبرى، نعم زينب الكبرى كانت في الخيمة وكانت تراعي ترعى الخيام وتقوم بالمسؤولية. من قامت بمدافعة الشمر حين مقتله على هذه الرواية هي زينب الصغرى. الصغرى ماكو مانع أصلا، يعني مو كل الأدوار هي لزينب الكبرى حتى نحن نرفض الرواية لأجل أنها ذكرت اسم زينب عليها السلام، من المحتمل أنها زينب الأخرى، زينب الصغرى. هذه الملاحظة الأولى. على افتراض أن الشهيد يقصد زينب الكبرى، على افتراض أنه يقصد زينب الكبرى طبعا، نعم. مقبول ذلك، نعم، لأنه هو ذاكر أنها، يعني ذاكر في مناقشة، يعني أنها المطهر يستبعد، أنه ناظر إلى زينب الكبرى، فهو نعم. يستبعد وجود زينب الكبرى جانب نعم. جسد يستبعد الإمام الحسين، نعم. 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 نجي إلى الملاحظة الثانية، رجوع السبايا يوم 20 من صفر إلى كربلاء.
هالأيام مناسبة زيارة الأربعين، زيارة الأربعين بمناسبة رجوع السبايا من الشام إلى كربلاء في يوم 20 من شهر صفر. الشيخ المطهري طاب ثراه قال أن هذه الرواية مستبعدة. ليش؟ ليش؟ أولا لم يذكره إلا ابن طاووس في كتابه الملهوف أو اللهوف في قتل الطفوف، ونقله بعده، شوف لاحظوا العبارة الملحمة، ونقله بعده ابن نماء في كتابه مثير الأحزان بعد 14 سنة من وفاة السيد ابن طاووس. هذا طعنة أولى في الرواية. طعنة ثانية أن المدة لا تكفي. أهل البيت، أحسنت، أهل البيت دخلوا الشام يوم 1 من صفر، كيف مداهم يقعدوا في الشام وبعدين يرجعوا من الشام إلى كربلاء والطريق طويل، ووصلوا إلى كربلاء يوم 20 من صفر؟ هذا مستبعد، المدة غير كافية، مدة غير كافية. زين، هذا الطعن الثاني. الطعن الثاني، الطعن الثالث أن طريق الشام المدينة غير طريق الشام العراق، هم خرجوا من الشام إلى المدينة ليعودوا إلى المدينة. زين، وهذا طريق وهذا طريق، ذاك الطريق يعبر على الأردن، على مثلا تبوك إلى أن يصل إلى الحجاز، هذا طريق لا يعبر على مثلا لنفترض الموصل كذا إلى أن يصل إلى كربلاء، هذا طريق غير هذا الطريق، فكيف هم خرجوا إلى المدينة ذهبوا إلى الطريق الثاني مع أن بينهما مئات مثلا الكيلومترات مثلا؟ زين، طيب نجي الآن إلى مناقشة هذه القرائن التي ذكرها الشيخ طاب ثراه في كتابه الملحمة الحسينية. أولا لم ينقل الرواية إلا السيد ابن طاووس، وما أعظم السيد ابن طاووس، يعني السيد ابن طاووس محقق، عالم محقق كبير، وكتابه كتاب اللهوف في قتل الطفوف معتمد عند علمائنا في نقل الروايات، فليكن نفترض أنه ما نقلها إلا ابن طاووس، وما أعظم ذلك، ابن طاووس، سيد ابن طاووس عظيم في هذا الباب. زين، ثانيا المدة غير كافية. ليش المدة غير كافية؟ ليش ما دخلوا الشام يوم أول من صفر؟ ايش قاعد في الشام؟ افترض جلسوا في الشام 8 أيام، بقي 12 يوم، بقي 12 يوم. البريد تاريخيا إذا تراجعوا، البريد كان على شنو؟ على الحصان، على الفرس. البريد من الشام إلى الكوفة يأخذ 3 أيام. على، طيب إذا البريد يأخذ 3 أيام، هم على النياق كم بيأخذوا؟ سبايا ونساء، قول 10 أيام، قول 12 يوم، وصلوا. يعني مو مدة غير كافية، يعني لابد نفترض أنهم جلسوا في الشام 15 يوم بعدين طلعوا. نعم، أما من المحتمل أنهم جلسوا مدة 8 أيام ثم خرجوا، وتكون المدة حينئذ كافية لرجوعهم إلى كربلاء. زين، ملاحظة الثالثة أو القرينة الثالثة أن الطرق أن الطرق الشام غير طرق الآن، غير طرق ذلك الزمان. أصلا من وين ندري أنهم خرجوا إلى المدينة؟ لعلهم خرجوا أساسا إلى شنو؟ إلى الرجوع لكربلاء، إلى كربلاء من الأول. يعني ليش نفترض أنهم خرجوا إلى المدينة وبعدين غير الطريق؟ إذن الطريق متغير، إذن لعلهم من البداية طلبوا من المسؤول عن الحادي أن يأخذهم إلى العراق، ودخلوا على طريق العراق، ولعل الطرق تغيرت. يعني لا يلزم أن تكون طرق الأمس هي طرق اليوم، طرق اليوم حتى نحكمها. زين، نجي إلى رابعا، الشيخ الصدوق قبل ابن طاووس، هو من أجلة علمائنا، ذكر في أماليه، كتاب الأمالي للشيخ الصدوق وهو معتمد، صفحة 142،
أن السجاد رد رأس الحسين إلى كربلاء مع النسوة يوم 20 من صفر. إذن ما مختص بالسيد ابن طاووس. البيروني المتوفى عام 440 يعني قبل ابن طاووس بمئتين وخمسين سنة، البيروني قال رد الرأس إلى كربلاء في 20 صفر. والقزويني المعاصر للسيد ابن طاووس المتوفى سنة 682 ذكر ذلك أيضا، فلم تنحصر القضية في ابن طاووس. طبعا رد السجاد الرأس إلى كربلاء مو سنة ثانية خوب، لأن السجاد خوب ما قعد في الشام سنة، سنة حتى نقول يمكن في السنة الثانية، شنو عاد في نفس السنة التي كان فيها في الشام هو الذي رد فيها الرأس إلى كربلاء في يوم 20 من صفار. خامسا اكو اشتباه واضح من الشيخ المطهري، طبعا إذا الكتاب هو كلامه، يقول ابن نما بعد السيد ابن طاووس ب14 سنة نقل الرواية، بينما ابن نما توفى قبل السيد ابن طاووس ب19 سنة. كيف؟ ابن نما الذي روى الرواية في مثير الأحزان توفي قبل السيد ابن طاووس ب19 سنة، لأنه عاش بعد السيد ابن طاووس وروى الرواية بعده ب14 سنة. سنة هذه اشتباهات، أنا ما أريد أدخل في ملاحظات سنة كثيرة على الشيخ المطهري في كتاب الملحمة الحسينية، لكن بس أنا أذكر. نعم أنتم اخترتم ثلاثة أمثلة، هل يعد هذا تقييم لكامل الكتاب؟ لا. أنت الآن اخترت فقط أمثلة معينة، وفي البحث التاريخي يكون هناك رد وجواب. بلا إشكال، بلا إشكال. إحنا نريد تقييم الأمثلة عندي، الأمثلة عندي 63 مورد في الكتاب الملحمة، في الكتاب الملحمة الحسينية، مو في الجزء الثالث والثاني، 63 مورد عندي عليه ملاحظة. أنا ذاكر مجرد أمثلة الآن. زين، هذه مجرد مثال حتى لا نطيل في هذا الكتاب. إيه؟ إيه؟ لأن نريد الوقت أن ننتقل للكتاب الآخر. إيه؟ لأن الوقت لا يسع. أحسنتم. الوقت لا يسع ننتقل إلى، فأنتم فقط على سبيل المثال لا سبيل الحصر. الآن بأجيب فقط شماله، يقولوا العراقيين شماله، يعطيني فرق عشان احنا وقتنا وياك قصير، فرصة للشماله. زين. زين. السيد العاملي، سيد جعفر مرتضى العاملي رحمه الله وطاب ثراه، مدح الشيخ المطهري مدحا عظيما، ومع ذلك أورد عليه ملاحظات. قال أعلى الله مقامه ودرجته في جنات الفردوس، كان يعتبر علما من أعلام الثقافة الإسلامية ورائدا من رواد المعرفة الحية الأصيلة في هذا العصر، وكان من أعمدة الفكر وسدا منيعا أمام الشبهات والإشكالات على الدين. نعم. شيخ المطهري ما حد يقدر يتكلم فيه. لا نتكلم عن مكان. إنسان عظيم. أريد نقطة أبينها، ترى فرق بين المفكر والمحقق التاريخي، هذه اختصاصات. المفكر غير المحقق التاريخي. يعني الشهيد المطهري مفكر، يعني ما في كلام، ليست تحقيق. لا لا مو تحقيق، لا تعتبره تحقيق. الشيخ المطهري مفكر، مفكر هو من عنده ذهنية يعني حادة جدا، عنده ذكاء حاد، قادر على تحليل المفاهيم، قادر على تفصيلها، قادر على تفكيكها بشدة، هذا يسمى مفكر، وإحنا نحتاج إلى مجموعة من المفكرين، بس هذا غير المحقق التاريخي. اللهم صل على محمد وآل محمد.